السلام عليكم أعزائي الطلبة. عندنا من صفحة 106، صفحة 106 عندنا كتاب النشاط write an article، اكتب مقالة. imagine your school decided to clean up a park on a street، write an article or a report about it. تخيل أن مدرستك قد قررت يعني أن تنظف متنزها او شارعا. اكتب انا رايت ان ارتكل، اكتب مقاله او ريبورت او تقرير عن ذلك. يو مي وونت، انت ربما يعني تريد ان رايت اباوت ذيز ثينكس، ربما تريد ان تكتب عن هذه الاشياء. ذا بليس يو تشوز تو ذا بليس يو تشوز تو بي كليند اب اند واي، المكان الذي يعني أنت قد اخترته لكي يتم تنظيفه ولماذا. When it happened and for how long، متى يعني حدث هذا الأمر وكم هي المدة. How many students took part، كم عدد الطلبة اللي شاركوا took part. Who else، من أيضا، إذا مشارك أي واحد، if anyone took part، إذا أي شخص آخر غير student شارك اذكره. What clothes you wear، ما هي الملابس اللي أنتوا لبستوها. What the weather was like، كيف كان الطقس. The result، والنتائج. Don't forget، ولا تنسى. To include and تضمن your own thoughts and opinions، ولا تنسى أن تضمن أفكارك، يعني أفكارك الخاصة وآرائك الخاصة أيضا. To write notes first، اكتب الملاحظات أولا. And then one، ثم put them in the order، وبعدين اكتبهم بالترتيب. To check and improve your draft، دقق وحسن المسودة اللي انت قابلت يعني تكتب مسودة للارتيكل للمقالة، وبعدين انت تبدي بتحسينها وهكذا الى ان تصبح الفقرة النهائية. Write a paragraph about my favorite place in Iraq، اكتب يعني اكتب فقرة انشاء عن my favorite place in Iraq، مكاني المفضل في العراق. Use your own ideas، اكتب افكارك، استخدم افكارك الخاصة. But remember to say، ولكن تذكر ان تقول. Why it is your favorite place، لماذا هو مكانك الفضل، ليش تحبه. What's like، كيف هو، يعني تبدي بوصفه. What do you do there، ماذا فعلت هناك، ومتى انت ذهبت الى هناك. هاي هنا تكتبها اعزائي عزيزي الطالب. طيب ننتقل للصفحة الاخرى 107. Play word chains، العب سلسلة كلمة. يقول هنا أنت صاحبك. One student says a word، أحد الطلبة يقول كلمة. For example magazine، أحد الطلبة يقول كلمة على سبيل المثال magazine، مجلة. Each student has to think of a word that goes with one before، كل طالب عليه أن يفكر في كلمة with the one، مع الكلمة اللي تكون قبلها. Try to play the game quickly، حاول أن تلعب اللعبة بسرعة. مثلا هاي magazine راح تقول magazine، بعدين نقول article مجلة، مقالة، editor المحرر، والكلمة يعني كل واحد يحزر كلمة ويقولها بالتناوب. أوكي، واحد بواحد. You can use these words to start the game، يمكنك أن يعني تستخدم هذه الكلمات لبدء اللعبة. Think of your own words، تفكر في كلماتك الخاصة أنت أيضا. Monkey قرد، job وظيفة. When يربح، nurse ومرضى. Father أب، chair كرسي. وهيستوري تاريخ. هاي شلون نقول، واحد يقول كلمة والثاني يقول كلمة أخرى وهكذا. Play a game، العب لعبة. Student one، think of animal، فكر في حيوان ما. Don't tell your partner، ولا تخبر شريكك. فكر في حيوان اللي ببالك ولا تخبر شريكك. Student two، try to work out what animal it is، حاول أن تكتشف ما هو هذا الحيوان. You can ask 8 questions، يمكنك أن تسأل 8 أسئلة. Like the one in the box، مثل هذه الموجودة في البوكس، في الصندوق، في هذا الصندوق. Okay. Student one، you must only answer yes or no، يجب عليك أن تجيب فقط بنعم أو لا. يعني من يسأل أسئلة حول الحيوان، ترى تقول له إيه لا لا. Does it have legs، هل يملك أرجل؟ عم تقول له yes أو لا. Is it brown، هل هو
لون بني جوزي كانت فلاي، هل يستطيع الطيران؟ ما تقول له يس او نو على حيوان معين. يعني هنا ستودنت واحد مفكر بحيوان وباله حيوان، تبدي مثلا انت تسأل مجموعة اسئلة في بالك، مثلا واحد فكر في حيوان معين انت جاي تسأله يقول is it more than one color، هل لديه اكثر من لون واحد؟ does it like does it live in water، هل هو يعيش في الماء؟ does it live in the wild، هل هو يعيش في البرية؟ وهكذا. يعني واحد يفكر في حيوان والاخ يقول له احزر شنو هذا الحيوان، يبدي هو بعدين يساله بالانجليزي ثمانية اسئلة عن هذا الحيوان، بعد من يساله يقول له يس نو يس نو، الان يتم اكتشاف هذا الحيوان. يعني نوع من اللعبة اللي تصير. طيب 108 هنا do a word tree، هاي اعمل شجرة للكلمات. هاي عندنا هنا، هاي هنا حليت لكم اياها. The animal with the spots on its fur، الحيوان ذو البقع على فرائه. نمبر 1 شنو؟ ليبرد، هذا النمر كتبناه. A dry and fertile area of land، منطقة غير خصبة وجافة من الأرض. شنية؟ زرت صحراء. Frozen water، الماء المتجمد. شنو؟ Ice. Ice 3. 4 عندنا he or she repairs cars، هو أو هي يصلح السيارات. 4 ميكانيك، ميكانيكي أو ميكانيكية. policemen and nurses have to wear this، الشرطة، رجال الشرطة والممرضين والممرضات يجب عليهم ارتداء هذا. 5 شنو هو الفايف؟ يونيفورم، بدلة أو زي. عندنا this person makes things with wood، هذا الشخص يصنع الأشياء من، يصنع الأشياء باستخدام الود، الخشب. من هو؟ carpenter، النجار. عندنا another word for rubbish، كلمة أخرى للقمامة. rubbish هي litter، litter هذه كلمة litter، القمامة. أوكي مرادف، دير بالكم. this person teaches people to play football، netball etc، هذا الشخص يعلم الناس لعب الفوتبول والنتبول والى اخره. من هو؟ كوتش، الكوتش المدرب. this person takes care of your own of your teeth، هذا الشخص يعتني باسنانكم. 9 اللي هو dentist، طبيب الاسنان. طبعا هنا عندنا الكلمه what job، what job is this، ما هي هذه الوظيفه؟ طبعا من نجي نسوي هذني الحروف نجمع، هنا راح يطلع عن architect. architect شنو؟ المهندس المعماري. هذه هي الكلمة المطلوبة. ننتقل للصفحة الأخرى.